مساء الخير مشاهدينا الأعزاء في مختلف أرجاء الوطن العربي الحبيب. حلقة جديدة من بيت للكل، وفي كل حلقة نطرح موضوع يهم الوطن العربي بكافة نواحيه. هذه الحلقة سنتحدث عن مفهوم هام جدا وواسع وله أبعاد هامة جدا. هذا الموضوع هو الهوية العربية. نتحدث الآن عن الشباب العربي الذي يلهث وراء هوس الحضارة، وبالمقابل لدينا تخوف حول وجودية وإمكانية وتواجد الهوية الوطنية العربية. نتحدث عن تفتيت للهوية العربية، وبالمقابل كيف نرمم هذه الهوية لدى الشباب حين وجود السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم قريب جدا على عقول الشباب العربي. نطرح سؤال عريض مشاهدينا: الشباب العربي الآن كم النسبة التي تحفظ تاريخها؟ كم النسبة من شباب الوطن العربي يعرف عن جغرافية وطنه، عن علماء وطنه، عن تاريخ وطنه ومفهوم الهوية بالتحديد؟ هل هذا المفهوم واضح لدى الشباب العربي؟ إذن هذه الحلقة مشاهدينا من بيت للكل سنحاول أن نغوص في أغوار مفهوم الهوية العربية، ما بين هوس الحضارة وما بين المحافظة على الهوية العربية، الهوية العربية بين التفتيت والترميم. ما هو دورنا في مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوطن العربي أجمع عندما نتحدث عن دور الأسرة، دور الجامعات، دور المدارس ودور العبادة، وأيضا دور أصحاب المحابر والمنابر؟ نتحدث عن بيوت الدين ونتحدث عن الأدباء والكتاب وما إلى ذلك من أمور في المحافظة على الهوية الوطنية العربية. أهلا بكم في حلقة جديدة من بيت للكل، واسمحوا لي أن أنتقل إلى زميلتي وأختي العزيزة من مصر شافكي المنيري. إذن كيف نحافظ على الهوية العربية؟ هو سؤال الحقيقة كلنا دايما بنفكر فيه في كل بلد عربي، لأن بيهمنا إنه الشباب العربي يبقى كمان مش بس بيحافظ على هويته العربية، لكن كمان يبقى فخور بيها. الهوية العربية ليها خصائص كتيرة، لأنه تاريخنا كعالم عربي تاريخ كمان، يعني بنشترك في حاجات كثيرة جدا، تاريخ عريق، حضارات كثيرة عربية مرت علينا، علم سابوه أساتذة، فن وأدب وشعر مميز ومختلف بشكل كبير، عادات وتقاليد حتى وإن اختلفت في بلداننا العربية، ولكن من الجميل أحياناً أن نجتمع على مائدة واحدة ونشعر بأننا جميعاً عرب، لنا نفس الصفات ونشترك في الكثير والكثير من العادات والتقاليد. أحياناً كثيرة جداً لما ننزل للهوية بقدر أعرف أقول فعلاً ده أردني أو هذا عراقي أو ده فلسطيني أو ده مصري أو غيره من بلداننا العربية. بيبقى مميز، مميز بإيه؟ مميز بمجتمعه. طبيعي جداً اللهجة المصرية مميزة، فبقدر أعرف إن ده مصري على طول، أو لما بشوف بعض الفنون، أو لما بشوف الزي، أو لما بشوف عادات وتقاليد بقدر أميز الهوية المصرية، زي ما أقدر أميز كمان الهوية العراقية والأردنية والفلسطينية. هناك أزياء بتميز، خلاص أنا بشوف اللفحة الفلسطينية بعرف إن دي فلسطين، بشوف كمان حاجات في العراق وبشوف تاريخ بعرف إن دي حضارة بابل، هذه هي العراق، بشوف كمان الأردن والهاشمية وبشوف الرقصات الأردنية وبشوف أشياء في التاريخ الأردني وأيضا تاريخ وأثار بعرف إن دي الأردن. فكثير من بلداننا كمان العربية لها التاريخ المحترم والعادات والتقاليد. هوية مهمة جدا إن إحنا نتحدث فيها ونساعد شبابنا وأجيالنا العربية إنها تكون كمان في قلبها عربي وهويتها متصانة، وأيضا يقدروا يحافظوا عليها بشكل كبير طول الوقت. شكرا زملائي، اكيد اليوم الحديث ممتع عن اللغه العربيه، انا مشتاق لكم جدا، نعرف بان اليوم المسافات بعيده لكن القلوب متقاربه. من خلال هذه الفقرات التي نقدمها من مصر والاردن وفلسطين، اليوم محور جدا مهم
لغتنا العربية، اللغة الأم، لغة القرآن، وخاصة في العراق نتحدث بأن اللغة العربية هي هو الشعب الذي أدمن الحرف وملامسة المعنى، نبحث عن المعاني وأيضا بالإضافة إلى قراءة ما بين السطور، نفتخر بلغتنا العربية في شعرنا، في أدبنا، في نصوصنا، في كتاباتنا. بعض الملاحظات اليوم التي تؤاخذ في مواقع التواصل الاجتماعي بأن بدأت اللغة العربية تتأثر ببعض المفردات الغربية، وفي الحقيقة هي ممكن يكون ميكس أو ممكن يكون كوكتيل، لكن لا يؤثر على لغتنا الأم. نبقى محافظين على أصالة اللغة العربية وامتدادها وجذورها وكل مفرداتها الجميلة التي تبحر بنا إلى عوالم من الجمال. أكيد اليوم الحديث بطول، ما أريد أطيل في هذا الحديث، لكن في كل محور راح يكون هناك ضيف يتحدث عن اللغة العربية، جمالياتها وكيفية الحفاظ عنها، فأترك أيضا الحديث لكم. أهلا بكم مشاهدينا، مشاهدي بيت للكل، في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الهوية، هوية العربية، هوية الفلسطينية أيضا، ونحن نتحدث عن 76 عاما من عمر النكبة التي حلت بها الشعب الفلسطيني، محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية بكافة الأشكال. ولكن رغم كل هذه المحاولات إلا أن التحدي الفلسطيني استطاع الحفاظ على هذه الهوية ونموها وتطورها في مراحل مختلفة.